شوف انت اهم شيء يطلع صح ولا لا؟ لا تطالع اهم شيء يطلع اهم شيء يطلع من الله ها؟ خل كل المشروبات خلها تعال. اول شيء الامانه يا مسفر انت ابدعت وهذا اقل شيء اقدمه لك قبل القهوه قبل القهوه اقدم لك ورده حبنا وانا فخور بمعرفتك صراحه الله يطول لي عمرك ان شاء الله وقهوه اتمنى انك تروق بعدها طبعا الورده ترجع بس ترد بقهوتك انت ضيفنا اليوم الله يطول لي عمرك حلو انت من اجمل الشباب لا 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 صدقني لا انت لا عشان هي حامض ما ادري انا صراحه شباب غريبه قهوتي مو بحبينه ماني عارف ليش شباب انت تحطون مع شيء صدقني انت ما استطعمتها صح تقلها في نفسك ملح تقلها في نفسك حاطين مع ملح الشباب تقلها في نفسك انت مو طلبت سكر حاطين لك سكر زياده انا ولد ابوه عندي مخاطر امريكانو قهوه الصباح خل قهوه الصباح تنفعك الحين جيب معك منديل جيب معك قهوه شو عبد الله قال قهوه ايش الصباح والله ماني بعارف الشباب مو مقدرين الضيافه مو مقدرين الضيافه صراحه صدقين تطلع مطعم مو مقدرين الضيافه كم باقي شيء في الله الوقت لهن عبد الله كم باقي ايوه تحب قهوه يا احمد العوض اجيب لك والله عشان اذا فاضت القهوه